الصين متهمة بسرقة تكنولوجيا تصنيع هذه المقاتلة الشبحية التي تتشابه مع مواصفات المقاتلتين الأمريكيتين F-22 رابتر و F-35. فماذا نعرف عن J-20؟ من حيث الشكل تمتاز المقاتلة الصينية بمحركين نفاثين كحال المقاتلة الأمريكية F-22 رابتر، أما من حيث تصميم باقي جسم الطائرة وإلكترونياتها فإنها مشابهة لF-35. ولذلك اتهم مسؤولون أمريكيون قراصنة بنسخ تكنولوجيا عسكرية خاصة بالجيش الأمريكي لتطوير صناعة الطائرات الحربية الصينية. J-20 مقاتلة من الجيل الخامس وتعد الأقوى عالمياً في الاشتباك الجوي لدرجة تمتعها بضعف مدى أي فئة من المقاتلات الغربية، مع رادار أكبر بكثير من نظيراتها بحسب ما يشير الخبراء العسكريون. خضعت المقاتلة الصينية لتعديلات عدة منذ دخولها الخدمة عام 2010، لكنها تحسنت كثيراً بعد تصنيع محرك رفع سرعة الطائرة إلى 2.1 ماخ، أي أنها أسرع من الصوت مرتين، في حين تطير على ارتفاع 66 ألف قدم وبمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. رغم شح المعلومات حولها، يشير الخبراء إلى تفوق في التسليح الأساسي للطائرة J-20 المكون من صواريخ P-10 وP-15 على نظيراتها الأمريكية والروسية. فوجود محركين في الطائرة مكنها من استيعاب العديد من الصواريخ القادرة على إصابة أهداف على بعد 300 كيلومتر. يبلغ طول المقاتلة الصينية 23 متراً بجناحين عرضهما 15 متراً، كما أنها مجهزة برادار متطور من نوع إيسا، ما يعني أن لديها القدرة العالية على رصد عشرات الأهداف في وقت واحد والاشتباك مع عدد منها. وفيما من المتوقع أن يصل عدد مقاتلات J-20 إلى نحو 120 بحلول 2025، يحذر موقع ميليتري ووتش من أن يؤدي حجم انتشار الطائرة ومعدل الاستحواذ عليها إلى عواقب وخيمة للغاية على توازن القوى في منطقة المحيط الهادئ. ويشير مسؤول في البنتاغون إلى أن الصين عبر عملية القرصنة والتقليد تمكنت من تقليص الفجوة مع الغرب في مجال تكنولوجيا المحركات النفاثة إلى نحو 10 أعوام، بعدما كان الفارق بينهما يصل إلى نحو 20 عاماً.